اتحاد طلبة جامعات ذي قار الحكومية والأهلية المعتصمين. بسم الله الرحمن الرحيم، انطلاقا من كون الطلبة هم عماد الثورة ورافدها الأول وقادتها الواعون الذين كتبوا التاريخ وتحقق ما تحقق للآن بفضلهم وبفضل موقفهم ودمائهم، وانطلاقا من كون محافظة ذي قار هي عروس الثورة وصاحبة الكلمة الأولى ومنصة الثورة، يعلن طلبة جامعة ذي قار الحكومية والأهلية المضربين عن الدوام عفوا الآتي: أولا، الاستمرار بالإضراب الطلابي الاختياري للأسبوع 20 على التوالي، وإننا لن نخذل زملائنا في باقي المحافظات ممن شدوا أزرهم بنا. ثانيا، نرفض تكليف محمد توفيق علاوي كون اختياره قد تم بموافقات حزبية ولا يمثل مواصفات وتطلعات الشعب العراقي وساحات التظاهر في كافة المحافظات. ثالثا، نرفض رفضا قاطعا ما ينشر كذبا عن تراجعنا عن إضرابنا، وإن هذه الأخبار عارية عن الصحة، وعلى الوكالات الإعلامية أن تكون أكثر دقة في نقل الأخبار وعدم تشويش الرأي العام والطلبة. رابعا، ندعو إلى مسيرة طلابية ضخمة غدا في يوم الأحد بعنوان مسيرة الثبات، وتنطلق هذه المسيرة عند الساعة 9 صباحا، ويكون التجمع قرب بناية البهو. هذا، والسلام عليكم. كان معكم محدثكم الحق. حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. الفيديو اللي شفتوه حاليا كان رسالة من أبناء ذي قار إلى الطلاب في كافة ربوع العراق. أي شخص يحب يتصل ببرنامج صوتكم، أرقام البرنامج ظهرت أسفل الشاشة، يقدر يتصل على أي رقم من هاي الأرقام. أيضا عندنا رقم آخر مخصص إلى برنامج الواتساب. أنوه للسادة المشاهدين الرقم اللي ظهر أسفل الشاشة للمشاركة عبر الرسائل عن طريق برنامج الواتساب. ما أقدر أستقبل به أي اتصال، وأي شخص يتصل على برنامج الواتساب ما راح نقدر نجاوبه، أعتذر منه ومن باقي السادة المشاهدين. حلقة اليوم مستمرة بالتغطية عن قضية العراق الأولى من 1 تشرين حتى هاي اللحظة، اللي هي ثورة تشرين. ثورة تشرين اللي شافت قمع، شافت قتل، خطف، تعذيب، حلق رؤوس، ضرب نساء، ضرب بنات، ضرب طالبات، ضرب طلاب، حبس للناشطين في ثلاجات الخضار، اختطاف ناشطين وما حد يعرف مصيرهم وين، أيضا اغتيال بكاتم صوت وبسكاكين، واعتداءات من قبل أشخاص، واعتداءات من قبل القبعات الزرق التابعين لميليشيا سرايا السلام، اللي من المفترض أنه حسب ما يدعي أنه هي قاعدة تحمي المتظاهرين لما دخلوا، لكن بينوا وجههم الحقيقي بعد ما بلشوا في ضرب المتظاهرين وحرق خيامهم وطلب من الناس عدم الخروج في هذه التظاهرات في محاولة لقمع التظاهرات، بعد أن فشلت كل محاولات الحكومة وفشلت كل محاولات القوات الأمنية وفشل رهانهم على عامل الزمن. فإحنا حاليا تقريبا بالشهر الخامس والثورة مستمرة. صارت مجزرة الناصرية، حرقوا الخيم، ثاني يوم متظاهرين الناصرية بنوا غرف، كانت خيم صارت غرف طابوق وسمنت وصبغ، وسوولهم غرف موجودة في ساحة الحبوبي وما داروا بال. حرقوا خيم المتظاهرين بالنجف، بنت خيم مكانها، حرقوا خيم المتظاهرين ببابل، فتحوا خيم بدالها، حرقوا خيم المتظاهرين أكثر من مرة بنفق التحرير وقرب نفق التحرير وبساحة التحرير، وثاني يوم تلقى الخيام مثلها موجودة. نزلوا صور الشهداء وحرقوها عن جبل أحد، المطعم التركي اللي هو أيقونة ثورة تشرين، همينا ما داروا بال ورجعوا علقوها. فأنا أريد أسأل سؤال واحد أوجهه للسادة المشاهدين، وأتمنى تجاوبوني عليه باتصالاتكم وتجاوبوني عليه برسائلكم. السياسيين واعين اللي دا يصير بالعراق لو لا؟ زين، هم فاهمين الشعب شو يريد لو لا؟ زين، هم شنو شغلهم أصلا السياسيين؟ شغلهم إنه يبوقون وينهبون ويقتلون، لو شغلهم يمشون البلد ويحافظون على خيرات البلد؟ مو من المفترض أن يكون السياسي أو المسؤول
هو شخص يحافظ على خيرات هذا البلد، شخص لما يطلع يدز وفد للكلام عن أي صفقة، المفاوض يجب أن يكون قلبه على العراق وعلى فلوس العراق، بحيث أنه لما يشتري ويستورد إلى البلد يستورد بأرخص الأسعار، لو إحنا نستورد بأغلى الأسعار وبالتالي ترفع الأسعار داخل البلد والشعب لا لاقي وظيفة ولا راتب ولا يقدر يشتري مستلزماته ومدى يقدر يعيش. فأنا هاي النقطة اللي مدى أفتهمها، يعني الحكومة تريد الشعب يسكت على سرقاتهم ونهبهم وصفقاتهم الوهمية والموظفين الفضائيين وكل واحد بيهم يأخذ 5 و6 و7 و8 رواتب والشعب جوعان. هاي النقطة اللي أنا مدى أفتهمها. حسين من السعودية ويانا، حياك الله يا حسين. هلا بيك أخوي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. الله يسلمك. بالنسبة يا قافل مقتدى، للأسف يعني الحين هو يعني صار خليفة سليماني الآن، هو الموضوع اللي قايم فيه ضد أبناء شعبه، وهو مقيم في قم في إيران وينفذ أوامر سليماني، يعني الوصية اللي وصاها إياها قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس هو الآن جاي ينفذها في أبناء شعبه. وبعدين يعني للأسف يعني إذا كان هو يقول يعني بعدين المزارع اللي صارت يا أخي في النجف، يعني ليش كذا في كربلاء وفي يعني يشوف هذه المآسي. وبعدين يعني للأسف إن الإمام الحسين عليه السلام يقول هيهات من الزلة، فهل هنا زلة أن يرتمي في أحضان إيران ويطبق اللي يقول الولي الفقيه؟ وبعدين هذا عصايب للأسف يسمون اسمهم عصايب الحق ودولة القانون اللي تبع المالكي وهي دولة الطاعون، وهذا اللي يقول عصايب الحق عصايب الزق، وهذا يقول تبع المقتدى. وبعدين للأسف اللي اتصل يوم الخميس والجمعة من العمارة اسمه مقتدى يقول للأسف بأن جماعة مقتدى قتل منهم 300 شخص. ليه يكذب يعني؟ بينما هو جماعة مقتدى اللي قتلوا الناس واستولوا على المطعم التركي، ويعني وبعدين أنا أستغرب من أمريكا الحين هي اللي جابت الأحزاب ذي، وبعدين يقول أمريكا تندد. طيب ليه أمريكا ما تزيلهم؟ وأنا أتمنى أن أرى حبل المشنقة اللي وضعه صدام في اللي وضعه مقتدى في صدام، أن أرى حبل المشنقة في مقتدى، وليس ذلك عند الله ببعيد. اللهم يا رب العالمين تبلغني أن أرى حبل المشنقة في مقتدى كما وضعه في صدام، وقت صدام أبرك وأفضل من هذا الوقت الحقير وهذا المأساة التي حصل عليها الشعب العراقي. لا يستحق الشعب العراقي هذه المذلة وهذه الإهانة يتلقاها من طهران ويقوم بها عميل طهران مقتدى، ويقول هيات من الذلة وهو يتغلب بين عشية وضحاها، ساعة يقول معاهم وساعة يقول ضدهم، وهو اللي يقول الآن يقتل المتظاهرين يقتل السلميين الشرفاء. يا أخي ما في أشرف من الشباب ذولي، والله ما في أشرف منهم قسما بالله العظيم، مسيرة حلوة أحلى من العسل وأبيض من اللبن، نقية صافية. والآن مقتدى يريد أن يشوه هذه الثورة، فالله ينتقم منه قريبا وليس ذلك عند الله ببعيد. وشكرا يا خافر. شكرا شكرا لك أخ حسين. لكن يعني السيد حسين نقطة معينة، أنه الحكومة العراقية أو ما تسمي نفسها بحكومة عراقية وميليشيا سرايا تابعة لمقتدى، هم يعني اتجاوزوا مرحلة أنه قتل أبناء السنة فقط، لأنه عماد ثورة تشرين والأغلب منهم هم المحافظات الجنوبية، والكل يعرف أنه أهالي المحافظات الجنوبية الغالبية السكانية فيها هي من الطائفة الشيعية، وإحنا ما نريد نحجب طائفة، لكن أنت ذكرت نقطة أنه قتلهم للسنة، فتوضيح صغير، هؤلاء بطلوا يفرزنون ما بين سني ولا شيعي ولا صابئي ولا يزيدي ولا مندائي، لا، هؤلاء حاليا عندهم نقطة وهي البقاء على كرسي الحكم، من يقف أمامهم إن كان من الطائفة أو من خارج الطائفة فيجب أن يقتل. فهم هاي النقطة هم أنا خلينا نتجاوزها في اتصالاتنا، لأنه ثورة تشرين من يوم اللي صارت إلى اليوم أنهت الطائفية، فما نريد نحكي بها. خميسي من الجزائر حياك الله. خميسي أهلا وسهلا عليكم. أنا خميسي من الجزائر. عليكم السلام، تفضل أخوي. فيما بارك الله فيك، فيما يخص الأمة الاتصال بك ما كان قادرين نتوصل معكم، ما فهمت علاه لأنه كان خط مذبذب أو حاجة كما هكا، خط خطكم
كان مذبذب قليلا فيما يخص هذا القبعات سرايا او صبايا هذه ما هي صبايا هذه ما هي سرايا هذه صبايا من شيء الصبايا أراها وأرى أن المشروع هذا الذي يقوم به مقتدى الصدر هو مقتدى هو برنامج لكي لا تكون هناك حكومات إسلامية في العالم العربي يقومون بتشويه الإسلام والإسلام بعيد عنهم كل البعد خصوصا المذهب الإيراني الشيعي الذي هو مطبق حاليا فهو ثورة ضد الحكم الإسلامي في الدول العربية وتشويه شكرا لك خميسي. ابو فيصل من السعوديه حياك الله. حياك الله مساء الخير. مساء الانوار. كيف حالك استاذ؟ الحمد لله تفضل اخويا. دام تحرير جنابك تحرير الغنائم تحرير الكادر الغنائم تحرير للشعب العراقي وتحرير للدوم اخويا العزيز. الله يحفظك وان شاء الله منصور. والله يا استاذ يصل قلوبنا مع الشعب العراقي قسم بالله تابع حتى القنوات بالليل الاوضاع وهذا الشعب ليس مسلوب الاراده. هذا الشعب البطل الذي قدم 1000 شهيد بس خلال 5 اشهر و30 الف جريح لن توقف هذه العصابات وهذا وهو مطلب الشعب العراقي واضح وكل يفهمه لكن هذه العصابه هي تحاول يائسه ان تشغل الشعب العراقي بهذه تغيير ابو العدس بس هو الشعب العراقي واضح وقال انه ونبابد من تغيير العمليه السياسيه والدستور هذا الفاشل واسقاط البرلمان اهم شيء البرلمان الايراني وتحييدك حياك الله. اليوم مشاهدينا الكرام يعني المتظاهرين ما زالوا مستمرين في تظاهراتهم في بغداد والمحافظات وايضا ما زالوا رافضين قضيه تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسه الوزراء بوقت انه ارسلت لجنه التظاهرات رساله الى الامين العام للامم المتحده دعته يعني للتدخل العاجل ووقف الجرائم المرتكبه بحق المتظاهرين السلميين وأيضا في النجف وبابل والمثنى والكوت خرج الطلبة بتظاهرات. مفوضية الأمم المتحدة نددت يعني لحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نددت بقمع القبعات الزرق التابعة لميليشيا السرايا التابعين لمقتدى الصدر قمع التظاهرات والمتظاهرين السلميين بمدينة النجف وكربلاء. وقالت الناطقة باسم المفوضة الأممية ماراتا هورتادو أن المفوضية تشعر بالقلق إزاء تصاعد العنف بمدينة النجف لأنه أكو شهود أفادوا بقيام أنصار مقتدى الصدر بإطلاق النار على متظاهرين بخمسة شباط الحالي. يعني ورا 3 أيام من الشهادات يلا مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نزلت بيان تشعر به بالقلق. السؤال ينطرح هنا إلى كافة ممثلي مفوضيات الأمم المتحدة بالعراق إن كانت منظمة الأغذية للزراعة إن كانت مفوضيات حقوق الإنسان إن كانت ممثلة الأمم المتحدة بالعراق جينا هنس بلاسخارت. يعني السؤال اللي ينطرح هنا وراء اللي دا شوفوه دا يصير بالمتظاهرين العزل شعب دا يريد حياة كريمة يريد سيادة بلده يريد عودة البلد إلى أهله واللي دا يصير به الشعور بالقلق راح يسوي شيء. أم أزهار من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أحييك وحي هاي القناة العظيمة وعامليها. يسلمك ربي. أنت سأل السؤال بالنسبة إلى هذول السياسيين إجوا يعمرون أو إجوا يعرفون الشعب شريد. هذول من 2003 إلى الآن هي خطة مدروسة أنه يجون يخربون البلد. ما يجون يعمرون وإنما يجون يستغلون كل واحد يقعد بمنصب ويأخذ الفلوس النفط ويأخذ ثروات هذا البلد ويقتلون ونهبون وسلبون ويخربون الدول كل يعني الجنوب على الوسط على بغداد إلى آخره يخربون النفوس خربوا النفوس كلها دمروا ما في النفوس كلها مال العراقيين. يعني هم يتهمون انه هم الشعب ما يريدهم وكل زين يعرفون انه هم شنو دا يسوون لان هم مامورين
مأمورين هم جايين مخيرين، مو يعني مخيريهم يسوون فلاش وفلاشون، لأنما مسيرين، هم مسيرين من أمريكا وإسرائيل وإيران. إيران سيرتهم تسير كامل أن تخربون هذا البلد تخريب كامل، وعملائها هنا موجودة كلها من الجعفري وانت صاعد إلى المالكي إلى علاقي إلى كل اللي حكمونا من 2003 إلى هسه. وأخيرا هذا هسه علاوي اللي جانا اللي هو رجل أخته للمقتدى الصدر، ومقتدى الصدر وأصنافه هذول يعني، والخزعلي وهذه العامري وهل هذول العصابات اللي طلعت لنا من كانوا خاتلين. كان اكو رجل عظيم كان صدام، لازم البلد من الشمال للجنوب فن واحد يحوس، او فن واحد ايراني يدخل، او فن واحد يفك حلقه. يعني اكو رجل قوي يحكم البلد، وكانت العراق قويه، وكان العراق ما حد يقدر يتحكم بها، وانما هي تتحكم بالبلدان الاخرى وهي تساعد البلدان الاخرى. لكن هسه من راح هذا الشخص القوي اجوا هذول المهتفلي كلش ما يعرفون يسوون، ولا شخصيه عندهم ولا قوه عندهم، وهم قايديهم امريكا وايران قادتهم الى التخريب الى الدمار الى القتل الى النهب الى السلب، ولا يزالون يقتلون وينهبون ويسلبون. وانا اتعجب على الصدر من يقول انا هو رجل الدين ولابس عمامه، او السستان يقول انا رجل الدين ويقعد يخطبون كل جمعه يخطبون، وهم كلهم الكتل السياسيه والمعممين كلهم تابعين الى ايران، وياخذون فلوس من ايران، وياخذون كل يعني كل طلبات ايران. شو تقول لهم ايران ينفذون؟ وهذا اذا احنا هسه احنا املنا الكبير كله بهالشباب الحلو اللي طلعت، هالشباب اللي انسنت اللي راحوا شهداء الى رحمه الله، وهالشباب اللي قاعد تعاني، وهالشباب اللي قاعد تناضل، احنا املنا بها كبير. ان شاء الله هي راح تحيي هذا البلد، وهي راح تقدمه، وهي راح تنسي هذول المحتلين عقليا وترجعهم الى اماكنهم وين كانوا. وان شاء الله يجي يوم اللي احنا نذكرهم هذا الشيء ونسحبهم بالشوارع وناخذ منهم كل ما اخذوا من هذا البلد العظيم. وان شاء الله يا رب، ان شاء الله احنا ندعي من رب العالمين هاي الدعاء المستمر انه الله يفضل على هذول الصهم القوه والاراده والعزيمه ويحفظهم انها الولد الشباب الحلوه. وانا اشكرك. شكرا 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 لك ام ازهار. ابو عمر من عاصمه الرشيد بغداد، حياك الله. حياك الله، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. حياك الله استاذ رفل، وحيا الله قناه الرافدين، وحيا الله مشاهديها. حياك الله اخوي العزيز، تفضل. والرحمه على شهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا. نعم. اخ رفل، بالنسبه احنا هاي المظاهرات اللي هي بدات من يوم 1/10 ولحد الان، أنا سابقا وقلت يعني في قناتكم الكريمة المشرفة، قلت بأنه هاي حكومة الخضراء هي بدأت بأول ما طلع الشعب العراقي والثوار في كافة المحافظات قاموا بضرب المتظاهرين بالطلقات والقنابل المسيلة للدموع، وبعد هذا كلها ما فادت الشعب، بقى الصامد في ساحات التظاهر وما رجع نهائيا عفوا، وظل متواصل. وبعد فتره دعت هاي الحكومه باحزابها وسلطاتها الفاسده بقمع المظاهرات باي صوره كانت، منها من اشتراك حزب الله وعصابة اهل الحاق اللي تواصلت في كافه ساحات التحرير والمحافظات الباقيه، لكن حاولوا انه يقدرون يقمعون هاي التظاهرات باسلوبهم العنيف وقمعهم اللي هو غير اخلاقي للحق العراقي بتدمير هذا الشعب وسكوته. لكن الشعب بقى متواصل، وهسه اخر ورقه اللي يقوم بها مقتدى بانه قمع هاي المتظاهرات سوف
يكون يقدر عليها، لا هو ما يقدر نهائيا ما يقدر عليها. الشعب متوحد ومتماسك بهاي التظاهرة، لا مقتدى ولا هادي العامري ولا قيس الخزعلي يقدرون شعره من المظاهرين اللي في بغداد والمحافظات أن يتراجع الشعب. الشعب أخذ قراره بإسقاط هذه الحكومة الفاسدة، وعلى الشعب كله منتفض إن شاء الله، وسوف يكون النجاح إن شاء الله بالنصر إن شاء الله القادم، لأن يعني هذا الشعب أخطى تضحياته هواية، ضحى بدمائه وضحى بأرواحه، وما ممكن أن يتراجع نهائيا نهائيا. فأحزاب قبعات الزروق ما تخوف التظاهر في بغداد وفي النجف وكافة المحافظات، هذه الأحزاب فاشلة ولابد أنها عن قريب الآجل سوف تسحق تحت أقدام الثوار العراقيين، وإن شاء الله إن شاء الله هاي الثورة منتصرة. ما يهمنا إحنا لا مقتدى ولا هادي ولا قيس الخزعلي اللي هم أحزاب السلطة اللي متواجدين الآن، فإحنا عليهم نحذرهم إنه هاي القمع اللي قاعد يصير نهائيا ما نتراجع من عدة نهائيا نهائيا، وباقين بظهرنا السلمية لحد مطالبنا وإسقاط هذه الحكومة بكافة أحداثها. وأنا أشكرك جزيلا. شكرا لك أبو عمر. طبعا أول مرة اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين حسب ما قلنا دعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتدخل العاجل لوقف المذابح اللي تصير بحق المتظاهرين السلميين بالعراق. اللجنة دزت رسالة مفتوحة وقالت بيها أنه استخدام السلاح ضد متظاهري العراق صار سياسة يعني ثابتة ومعروفة للقوات الحكومية وللميليشيات المسلحة الموالية لإيران، وهذا كله بموافقة وتواطؤ الحكومة، الأمر اللي أدى إلى سقوط عشرات القتلى والشهداء ومئات الجرحى يوميا. واللجنة قالت أيوه همينا أنه العراقيين خرج أنه العراقيين طلعوا بتظاهرات سلمية، تظاهرات مشروعة، هذا الشيء سووه احتجاج على ما صار بالعراق من كوارث سببتها سياسات نظام المحاصصة الطائفية اللي دا تعترف فيه الأمم المتحدة والأسرة الدولية وكل دول العالم دا تتعامل ويا هذه الدولة على أنه دولة ممثلة للشعب، الشعب خارج تظاهرات على سياسات هاي الحكومة. يعني الرسالة اللي دزوها إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة مو بس المفروض تبين الحقيقة للأمم المتحدة أو للأسرة الدولية، يعني هسه السؤال اللي ينطرح وأتمنى أن يكون هنالك شخص قانوني يعرف بهاي القضية، هذه الرسالة ما توضح للأمم المتحدة والحكومات الغربية أنه الشعب أسقط شرعية هاي الحكومة وأنه هاي الحكومة ما تمثله؟ يعني مو من المفترض أنه الأسرة الدولية تقاطع هاي الحكومة إلى حين أن تكون هناك حكومة تمثل الشعب؟ هذا صحيح أم لا؟ أتمنى يجي شخص يفهم بالقانون الدولي يشرح لنا هاي القضية ويبين لنا إياها، لأنه الرسالة اللي اندزت تبين هاي الأمور، تبين أنه حكومة فاقدة الشرعية، حكومة سياساتها خاطئة، الحكومة أدت إلى العراق وصولها إلى الحضيض، فساد، انعدام أمن، انعدام أمان، الزراعة انتهت، الصناعة انتهت، التربية أفشل من أن تدخل في مقاييس التقييم الدولية، الأسرة مفككة، الحياة الاجتماعية مفككة، الفساد كل مكان، الفساد في المؤسسات الدولة، الفساد في بنزين خان، الفساد بالصيدليات، الفساد بالصفقات، الفساد بالموانئ، الفساد بالحصص التموينية، الفساد بكل شيء حاليا دا يصير بالعراق هو فساد. مواطن عراقي اللي هو من حقه على الحكومة أن توفر له أبسط طرق لاستخراج جوازه أو استخراج هويته ما يقدر يسويها إذا ما يدفع رشوة وما يجيب واسطة وما يكون شخص يدفعه حتى يقدر يطلعها بصورة سليمة، لأنه إذا ما عنده هاي الأمور انشال الملف مالته وانشمر بالمجر وينتظر سراه، والله اعلم ايش وقت يطول. فكل هاي الامور من المفترض انه الحكومه تنفذها للشعب العراقي. هسه انطونيو غوتيريش همينه راح يشعر بالقلق؟ لا
فاصل قصير ونرجع لكم. يا مدن هذا الظهر شلك مو كرور قبلك مو كرور قبلك فتوكل احسن لك فتوكل احسن لك اسمع هالحكاية من الحلة هاية اسمع هالحكاية من الحلة هاية ما تبقى يا منديل ما تبقى يا منديل لو تنزل الآية لو تنزل الآية حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. الفيديو اللي ظهر بعد الفاصل هو تظاهرات أهالي محافظة بابل أمام منزل المحافظ نتيجة الأمور اللي تصير من قمع وقتل للمتظاهرين، فكانت لهم وقفة احتجاجية أمام منزل المحافظ في محافظة بابل. ملخص عن الرسالة اللي أرسلها المتظاهرين لأنطونيو غوتيريش راح أقرأ لكم إياه بشكل سريع، لكن بعد أن أخذ هذا الاتصال من النجف أبو فاطمة. حياك الله. ورحمة الله وبركاته أخي أفي. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخوي العزيز. تحية لك أخي الكريم ولكافة الأخوة. الحقيقة الوضع في العراق خطير وخطير جدا، الخطف ما زال مستمر والقتل كذلك والاعتداء على المتظاهرين في كل المدن. احنا يعني نتساءل أين دور الشرطة، أين دور قوات الأمنية. مقتدى الصدر في 4/2 واعترف أنه وجه رسالة قال ليس من حق القبعات الزرق أن يقمعوا المتظاهرين، وهذا دليل على اعترافه بأنهم يقوموا بقمع المتظاهرين. ونريد نعرف ما هو دور مقتدى الصدر حتى يوجه يعني لهذه الميليشيا أن يقوموا بهذه الأعمال. ما هو دوره؟ هل هو سياسي؟ هل هو يعني مخول من رئيس الجمهورية، من رئيس الوزراء، من وزارة من أبو الشرطة؟ أبو فاطمة بس يعني بس مداخلة صغيرة، هو يا ريت لو قال فقط قمع المتظاهرين، قال ليس من حق القبعات الزرق أن يقمعوا من يتكلم عني بسوء، يعني بعد شوية الصورة أسوأ من الأمور من اللي قلت. عفوا. نعم أخي الكريم، لكن هذه هذا خداع. هو موجود مثبت موجود في يعني مثبت عليه أنه كل من يعني يتكلم على ليس فقط على مقتدى الصدر، على آل الصدر فهو يعاقب. وهو كان هنالك كذلك معروف في بغداد كانوا يقومون بشد أيدي من يتجاوز على مقتدى الصدر بالبراغي. أخي الإجرام ثابت بحق هذا الرجل. نحن لا نريد فقط حماية من قبل المجتمع الدولي، نحن نريد أن إلقاء القبض على هذا الرجل. نحن نريد من الإدارة الأمريكية كذلك أن تصنف القبعات الزرق، بل هي ميليشيا مسلحة موجودة خارج القانون وانطوت تحت غطائها الان، تحت عباءتها كل الميليشيات الان. يعني الصوره اخي في النجف الان هم هؤلاء يسيطرون على النجف، وانا قلت قبل فتره انه لا توجد دور للشرطه في الجنوب ولا في الوسط. هو هذا السؤال ابو فاطمه، يعني هو من يطلع مقتدى الصدر ويكتب تغريده ويقول أنه على القبعات الزرق أو على أتباعه أن يحموا المتظاهرين وأن يحموا المدارس ويحموا الدوائر الخدمية والأمنية ويساعدون الشرطة على بسط الأمن بالمحافظات. السؤال يعني الأمن يعني يصير باقتحام الساحات وقتل وخطف وضرب بالهراوات وضرب بإطلاق رصاص حي، يعني هاي نريد نفهمها احنا منه. لانه اخي افل هذه ميليشيا، والميليشيا بالمناسبه هم هؤلاء ياخذون رواتب، ورواتبهم يعني اكثر من مليون دينار، مليون و150 للعازب ومليون و250 متزوج. وهذه طريقه المافيات، يعني انت اذا لا تأتمر بالاوامر
فسوف يعني تهدد وسوف ربما تقتل او تطرد من الميليشيا. فهذه العصابات يعني هم من 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 اعضائها اخي ابو درع وغير ابو درع، هؤلاء لا متعلمين، لا هؤلاء همج رعاء، وهذه هي هذه السياسه الوحشيه التي تستخدمها ايران. وبالمناسبه ومقتدى الصدر يعني الان الحساب تبعه هو يدار من قبل اربعه اشخاص ليس فقط هو، والاوامر تاتي من ايران ولا يسا، كل ما يذهب الى ايران هذا هو موقفه، وهو انكشف الان، وهذا اهم شيء للشعب العراقي وحتى لاتباع قبل. هناك انشقاقات كثيره، وان شاء الله لا يبقى في 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 العراق غير الشريف والاصيل والذي يحافظ على على، والحمد لله يعني دماء الشباب هي التي تسقي شجره العراق ان شاء الله الحر الابي بفضل الله. واشكرك اخي. شكرا 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 لك اخي العزيز ابو فاطمه. عندنا ابو علي من واسط، حياك الله يا ابو علي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والكرام اخوي العزيز. تحيه لجماهير الرافدين والشعب العراقي الكريم، وتحيه لثوار تشرين. تحيه ودوم اخوي الغالي. اللي مهما يعني تكالبت عليهم الكتل السياسيه وهم مكشوفين بكذبهم وبآرائهم، والمثل يعني مقيول يعني قال انه لم تستحي تفعل ما شئت. لكن صراحة مثل فعل مقتدى الصدر ما أدري شنو هو، يعني ساعة وياهم ساعة عليهم، ساعة يقول أنتم أحموا، ساعة فبوا التظاهرات، ساعة انسحبوا، ساعة اعتذروا، يعني ما أدري من يقول اعتذروا من شنو. يعني أكو خطأ يعتذر من عنده، هذا الشيء المعروف، يعني هذا سيستم الحياة. لعد الخطأ شنو اللي جابك إلى أنت؟ إذن قبعات الزرق، يعني هم شنو موقفهم للإعراب؟ هم حكومة؟ هم ميليشيات؟ هم شنو؟ لا هم قوات مسلحة، لا هم تابعين الوزارة، من يردون يرجعون الدوام، يعني حكومة شنو شغلها تسمى حكومة؟ لين وين رئيس الوزراء اللي قبل كان يقول أكو الطرف الثالث؟ هسه الطرف الثالث بين أكو ثلاثة موجودين بالساحة، الشرطة والجيش أو مع القوات الباقية، هذا متفرجين وكنا شفناهم بالنجف السوى، بس ناس متفرجين. والثوار اللي موجودين بالساحات من 1/10، واليوم جانوا قبعات الزرق، جابوا بهروات وبعدين اسلحه وقاموا يضربونهم، يعني هم علن يقول قبل احنا جيناكم بالبطه وجيناكم هسه بالهروات. ويقول علم صوره مقتدى يقول يظل ابو هاشم باقي. بعد وين موقفك انت؟ قبل جنت تطلع مليونيه وكل شيء ما سويته. هسه مو قلت انا ويا الثوار؟ أنا أخاطب حقيقي يعني أصار السيد محمد باقر الصدر، أنا يعني أنا أشدهم أقول أنتم من الشخصية هذا المتناقضة، يعني ما حد يقدر يحكي، ما حد يقدر يقول، مين ينزلكم للشارع تضربون إخوانكم؟ ليش؟ شنو السبب؟ شنو الخطأ اللي سووه؟ ترى هم ما قالوا إحنا ما نريد مقتدى، ما قالوا ما نريد فلان، قالوا إحنا الفاسدين ما نريدهم، ونريد وطن، ونريد دولة جديدة، بس لا أكثر ولا أقل، يعني ما قالوا شنو هم، ما أخطأوا بشيء. وانت شفت تصرح من 1/10 اليوم انا وياكم وانا سند لكم. هل تعتبرنا صدقناها هذه الحكايه؟ بعد بالاخير ايش قلبك علينا؟ شنو السبب؟ اكو احد اثر عليك؟ هم قول لنا. قاعد هسه انت بايران وما تجي للعراق ويمكن يمكن يمكن الرجل ساجنينه، هم ما ندري احنا. قول احكي محمد صالح هذا مو كل ساعه يغلط؟ نعم. يغلط يقول يابا ترى الرجل ماسكينه وساجنينه ما يقدرون. هذا احنا نريد نفهمها يعني. بس نقول له احنا نوجه له كلمه يسمعها هو وكل جماعته. الثوار من ينكسرون؟ لان اول شيء الله سبحانه وتعالى ولاهم. هم طالعين من اجل العراق، ودائما كل شخص على مر العصور اللي يريد يكسر العراق هو ينكسر. وانا اشكر شكرا لك ابو علي. شكرا لك ابو علي. صباح من العاصمه بغداد، حياك الله يا صباح. رحب بكم قناتكم الكريمة. حبيب قلبي. بالنسبة للمقتدى الصدر والقبعات الزرق واللي هسه الأحداث الأخيرة اللي سووها، يعني احنا هسه بالحقيقة يعني هذا إنجاز للثوار. انكشفهم مقتدى الصدر وأتباع مقتدى الصدر شنو نواياهم، وبالذات أهلنا بالجنوب والمتظاهرين الأبطال، عرفهم أن سرايا السلام وسابقا جيش المهدي والمنشقين منهم العصائب شنو دورهم وشنو هم نواياهم ولمن يتبعون. من يقولون يتهمون
جزافا الثوار انهم تابعين ابناء السفارات وتابعين لامريكا والسعوديه والى الامارات وغيرها، ويتهموهم انهم ممولين من هاي الدول. هسه اكتشفنا كنا العراقيين والمجتمع العربي والاسلامي عرفنا المقتدى الصدر علما يتبع هسه باقامته في طهران ويصرح منك ولاء للخامنئي وغيرها، عرفنا ان مقتدى الصدر هو ذيل الى ايران، وكل اللي كان يحكي به من شعارات وطنيه واصلاح ويحاسب ومتظاهرين ويضغط على اساس على الحكومه، لا، انكشفت مقتدى الصدر هو جزء من العمليه السياسيه من 2003 لليوم هذا، وهو هسه بدخول القبعات الزرق الى ساحات الاعتصام والسيطره والهيمنه عليها كله مدروس هذا في سبيل اكو غايه انه ينسحب ما يسلمها للمتظاهرين، وهاي المفاوضات الاخيره يريد يسلمها الى القوات القمعيه من مكافحه الشغب والسوات والجيش والاتحاديه، واحنا نعرف دورهم كان سلبي ضد المتظاهرين بكل محافظات الجنوب والعاصمه بغداد، فانسحابه حتى انسحابه يعني انسحاب واحد عميل وجبان يعني راح يسلمها لمن، الغايه منها هو انهاء التظاهر في هذه الساحات الاعتصام، فالغايه معروفه، لكن احنا نعول على اهلنا بالجنوب والعشائر المقتدى الصدر شخص ذيل وتابع الى ايران وما يخدم الوطن ولا يخدم العراق، هو ولا عنده اي اصلاحات، اي اصلاحات وانت عندك 4 وزراء وعندك 54 برلماني وعندك اكثر من 100 مدير عام ومهيمن على عده منشآت حيوية وعلى وزارات وعلى كل شيء، يعني مهيمن على كل شيء، وهاي الأموال اللي جاي يجمعها احنا كلها نعرفها راحت هباء منثورة بالمصارف الإيرانية واللبنانية، لأن وين يودي فلوسه مقتدى اللي كان ياخذها من 2003 يستحوذ عليها لحد الآن، ما عنده غير دول ما يقدر يطلعها لأوروبا ولا عنده نفوذ في أوروبا، راح يتجه بها إلى إيران، لكن هاي الأموال كلها ذهبت من عنده وحاليا خسر شعبيته في جنوب العراق، يعني الناس كل هسه الخطوط الحمر اللي قبل ما حد يقدر يتجاوزها حاليا تجاوزوها المتظاهرين والعشائر وابناء الجنوب، واكتشفوا من مقتدى هو ذيل وعميل الى ايران، وغايته هو مسانده الحكومه وبقاء الحكومه، يعني هو راضي على الفساد وراضي على القمع وراضي على القتل، القبعات الزرق ما اجت حاسبت القناصين والاغتيالات والاعتداء على النساء وهاي المجازر اللي جاي يصير، وحتى التفجيرات اللي راح تصير يتوقعوها راح يصير، والله يحفظ الابرياء من العراقيين، يعني هم وراها العصائب وبدر وجيش المهدي وسرايا السلام، هم ناس ذولي الميليشيات الوقحه، يعني هم اللي سمى نفسه بالوقحه وغيرها، لكن هو اوقح من عندهم، اوقح من العصائب وغيرهم، ناس مجرمين يعتاشون على دماء المسلمين، ما يهمهم هسه لو يقتلون 1000 بالنجف طيب. ولا يقتلون 1000 بالناصرية والبصرة وغيرها، ما يهمهم مقتدى الصدر، اللي يهمه أن تبقى الحكومة هاي مسيطر على دفة الحكم ويبقى هو مستفاد ماديا أولا، ما عنده غير غاية، ويبقى ذيل إلى إيران، يريدون العراق يبقى لا صناعة ولا تجارة ولا زراعة ولا كهرباء ولا تعليم، نبقى العراق ضعيف في سبيل هم مهيمنين، قال السيد وحكى السيد، أي سيد هذا؟ شنو انجازاتك انت مقتدى؟ شنو اعطيني خطبه هسه مو ينزل على تويتر وعده لقاءات، ما نفتهم من عنده جمله مفيده او فد كلام منطقي، ما عنده منطق بالكلام، ما عنده فد رساله، ما عنده فد سطر يقدر يحكيه بدون غلط وبدون تجاوز، ما عنده اي شيء، ما عندهم انجازات الصدريين غير القمع والقتل والهيمنه، ناس مجرمين. نعم شكرا لك اخ صباح. قبل ما احول الى رسائل الواتساب اكو يعني نقطتين، يعني النقطه الاولى اتذكر لما انكتل وسام العلياوي قيس الخزعلي لما راح وطلع الفيديو قال ساره من هدى ولازم نجيب ساره ونحقق ونشوف منو الكتله ونكتله همينه، زين اريد اسال سؤال لاي واحد يقول اني سياسي واني قلبي على هالبلد من هؤلاء اللي قاعدين هسه بالبرلمان ولا بالحكومه ولا باي مكان، هذول اللي دا ينكتلون من الشباب ما يهموك؟ شغلة ثانية يعني سالفة تويتر، شو سياسيين العراق يعني لازمين تويتر ويغردون حالهم حال ترامب؟ شو موديل جديد عند السياسيين؟ لا أكو قرار دا يصير برلمان ولا ورقة ولا أكو شيء دا يصير على أرض الواقع، بس نشوف تغريدات بتويتر
وكلها فلان غرد على تويتر وفلان حكى على تويتر ومقتدى قال هيجي والفائق الشيخ علي قال هيجي وقيس الخزعلي قال هيجي. زين انتم سياساتكم بتويتر ورا الكيبورد، لو لازم تسوون شيء للشعب. هاي النقطه حبيت احكي بيها. رسائل واتساب تقول: السلام عليكم، انا زهراء من العماره. اكثريتها الناس الفقره الضاله بالشارع سقف ما عندهم، هم اللي يحبون مقتدى الصدر. ايش حال لو عندكم جكسارات بيت مثل العالم حتى تحبون؟ هو منطقتنا ما مسويها مثل العالم. يلا احنا اللهم احفظ العراق وابعد عنا شر مقتدى واتباعه. رسالة أخرى تقول: تحية حب لقناة الرافدين ولك أيها الغالي أفل. مقتدى الصدر يقول: عدم تدخل المتظاهرين في أمور سياسية، كل واحد يجيب جدر ويسوي دولمة بالخيمة. ترى الناس طالعين ثورة ضد النظام السياسي، يعني شلون ما يتدخلون؟ شر البلية ما يضحك. تحياتي أخذكم مهنا شريش من ذيقار قضاء الفهود. رسالة أخرى تقول: الله أكبر عليك يا مقتدى ويا هادي ويا خزعلي وعتبي على أتباع مقتدى، ليش يدافعون عن الباطل؟ والله مقتدى يضحك عليكم. علي من النجف: السلام عليكم، ذولا ليست حكومة وإنما شبه حكومة ويأخذون أوامرهم من أسيادهم من إيران ويجب أن يحاكموا محاكمة دولية. رسالة أخرى: أنا مصري بعشق العراق العظيم. حياك الله أخوي العزيز وحيا الله أهلنا بمصر. يا رب بارك في شعب العراق العظيم وربنا ينصر الشعب العراقي على الإخوان على الخونة وإيران. ومقتدى خاين وعميل إيران وأمريكا، هو والأحزاب الخونة. السياسة العربية كلها فشل، كل حكام العرب كلهم خونة وفشلة في سكوتهم عن العراق. تحية لك أخي أفل، هذه رسالة دليل على أن الطلاب والثوار مستمرون ورفضهم رفضا قاطعا لترشيح محمد توفيق علاوي لأنه مرشح الأحزاب ومرفوض رفضا قاطعا. أما مجزرة النجف فهي دليل على إجرام الميليشيات وخاصة القبعات الزرق ومعهم بقية القوات والحكومة ويتحملون نتائج ذلك بإذن الله تعالى. ثورة تشرين الحق والقيم والعدالة. رسالة أخرى: السلام عليكم، الميليشيات هاي المرة قاموا يحلقون رأس المختطف بصورة عشوائية. ترى ما صايرة ولا دائرة، هاي صارت بس بعهد هاي الحكومات والميليشيات الإيرانية المجرمة. الله أكبر عليكم. أبو علي من المحمودية. تحية إلى قناة الرافدين الوطنية، أنا عماد فيصل من أمريكا. دماء شهداء الثورة لن تذهب سدى والشعب سيحاسب مقتدى الصدر وميليشياته المجرمة بعد أن كشف عن وجهه الحقيقي بعمالته لإيران وتنفيذ أجندة إيران بقمع الثورة. ولكل ثوار بصمودهم البطولي أفشل المخطط الخبيث الرحمة لشهداء العراق. السلام عليكم، أنا أم لمار من العمارة. جماعة مقتدى والذيول مطلعين أنيابهم بس على المتظاهرين، ومن توصل السالفة الأمريكا يتخنثون لأنهم جبناء وفوقها رافعين علم فلسطين على المطعم التركي. أقول يا جبناء إذا بيكم خير روحوا يلا لفلسطين وحرروها، بس لا مسوا منها ضالين بس تنعقون ورا سيدكم مثل النعاج تمشون بدون وعي. وبعدين احنا ويننا وين الضيم؟ دي شوفوا العراق ايش صاير بيه والشهداء اللي جاي تروح شنو ذنبها؟ شو وقت تبطل الأمم المتحدة من القلق والإدانة؟ والله ما أعرف. تحياتي أخوكم أبو علي التميمي من السعودية. المظاهرات من جميع الشعب العراقي، الله ينصركم على كل عميل وفاسد مهما كان انتمائه. حاكم الزاملي يظهر على قناة الحرة ويعترف بوجود ضحايا في النجف ويقول ليس لدي علم الغيب. أبو تحسين من كربلاء. أستاذ أفل السلام عليكم، أنا أبو حاتم من الموصل. تحية طيبة لكم جميعا. أوجه ندائي من خلال هذا البرنامج صوت الأحرار إلى كل العراقيين وأخص منهم شيوخ عشائر العراق بدون استثناء من زاخو إلى الفاو بكل الأقليات والأطياف العراقية ورجال الدين كافة أيما يكونوا أهلا للمسؤولية ضد هذا الوضع وأيما أن يترجلوا ويتخلوا عن المسؤولية ويتركوها للشباب. والله ناصر الثوار وثورة العراق. حياكم الله وحيا كل العراقيين الشرفاء. لا خلاص للعراق ولا راحة لشعبه إلا بالخلاص من الميليشيات المسلحة التابعة لأحزاب السلطة الفاسدة اللي تقمع الشعب. أم فجر من بغداد. أم قاسم من كربلاء السلام عليكم. عليكم السلام، إن شاء الله النصر قريب على الفاسدين بقوة الحسين كاتبة. السلام عليكم أخي أفل، ماكو سياسي شريف كلهم حرامية ولد حرام. الحل الوحيد هو تصير ثورة مسلحة ونسلحهم ونسحلهم سحل هي هاي. وأريد أقول ثورة مسلحة لا غير ونسحل هاي الحرامية التبعية. ماكو سياسي شريف والشعب لازم كله يقتحم الخضراء وإن شاء الله تصير عليهم حمراء جهنم. وتحية إلى كل ثوار العراق صغار وكبار. رسالة أخرى كاتب لي بيها يقول رسالتي إلى مقتدى الصدر بأي حق تفرض تعليمات على الشعب؟ الأولى
بك مخاطبة تيارك وليس الأولى بك مخاطبة تيارك وليس الكل. أنا عراقي وللحق الكامل في التظاهر السلمي كيفما أراه مناسبا، ولا أمتثل لأوامرك. نحن أحرارا ولسنا توابع، نحن أهلها ولسنا تلاميذ، نحن لسنا الجنود وأنت الضابط. بغداد لن تكون قندهار. نسبتكم بالساحة لا تزيد عن نصف الربع من الخيم المعتصمة، لذلك لا يحق لك أن تتكلم باسم الجميع، افهمها جيدا أبو أوس. سلام عليكم، أحيي وأبارك قناتكم البطلة الشريفة قناة الأبطال، وأدعو شيوخ العشائر مساندة الأبطال المتظاهرين. أبو أحمد من الموصل. عمار الهلالي بعث لي رسالة يقول أنا عمار الهلالي من الناصرية تحديدا الشطرة، حياك الله. الإضراب مستمر في جميع الكليات حتى تحقيق مطالب الشعب. كل اللي دخلوا العراق بعد 2003 والمتخندقين بحديقة الخنازير الخضراء هدفهم تدمير البلاد وإذلال العباد لإرضاء إيران، ومن يتكلم بقتل ومن يتكلم يقتل، كما هو حال الثوار في تشرين الشرفاء النبلاء النجباء، قد نهبوا خيرات العراق المالية ودمروا الزراعة والصناعة حتى أصبح العراق سوق لإيران بكل شيء، كما دمروا المؤسسة التعليمية والصحية العامة التي ظلت للفقراء، وتم إنشاء بديلها لجهات خاصة تعود ملكيتها للأحزاب والمعممين وهي للأغنياء فقط. رسالة أخرى، السلام عليكم، أبو حيدر من النجف. رسالة إلى كافة أتباع التيار الصدري، كل ما يحدث أنتم السبب فيه، أنتم من اختار عادل عبد المهدي، وبسببكم تم قتل أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 27000 جريح، والآن تتآمرون على ساحات الاعتصام لقمع التظاهرات. أعلموا أنكم أذنبتم ذنبا عظيما وأنكم ستحاسبون يوم القيامة حسابا عسيرا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وراجعوا أنفسكم وتوبوا إلى الله، لعل الله يغفر ذنوبكم، واتخذوا طريق الحق لرضا الله لا غيره. وشكرا. السلام عليكم، أنا أم الوفا من كربلاء، تحياتي لك أستاذ. بالنسبة للذيول أهل قبعات الزرق، أنتم عراقيين وقاعدين بالعراق وتأكلون من خيراته وتشربون من دجلة والفرات، تتبعون شخص مقتدى خائن لبلده وخان حتى أبو ولاء الإيران، يأخذ أوامر من إيران، يغرد الجماعته مجرمين، هم قاتلهم فقر وعوز، ثلث أربعهم أصحاب قبعات الزرق قاعدين يأجرون، وابنه حتى بالمدرسة ملاقي رحلة يقعد بها. أصلحوا حالكم قبل أن تقتلوا أبرياء، عذرا على الإطالة. رسالة أخرى، أخوكم أديب عبد الله من فلسطين، حياك الله، تحية إلى أبطال العراق الثائرين. أقول للذين يتهمون المتظاهرين بالسفارة الأمريكية، أصلا السفارة الأمريكية ومعها مقتدى هم ضد الثورة، أقسم بالله. رسالة تقول يعني والله عجيبة، هذا مقتدى من قاعد يحكي وهو راسه ما يطلع من بيته، يخاف من خياله، قاعد يحكي ويغرد كل شوية، نزل تغريدة ويحكي أصلا حكي ما مفهوم، وهيج دا يتعب نفسه من دا يحكي. فالأفضل لمقتدى أن تقعد ببيتك وتسكت أحسن لك. والله وياكم دزدمونة من بغداد، حياك الله. رسالة أخرى، وجد فرصته في خطبة المرجعية، ماذا يريد مقتدى الصدر؟ آخر رسالة راح أقرأها، السلام عليكم، مقتدى إيراني ما يهم دم العراقيين لأن خاين وما يخافون الله، أتوقع سيد الصدر يتألم من قاعد يسوي ابنه مقتدى. ختام الحلقة مشاهدينا الكرام، أتمنى أن تكون قد نالت حسن إعجابكم وحسن استماعكم، شكرا لكم، في أمان الله.